إلى كركوك كمدينة، ماذا أتكلم عن كركوك كمحافظة؟ على الأقل بمعلوماتي وما قرأت عن هذا الإحصاء وما استطلعت، كركوك كمدينة ذات أغلبية تركمانية، جزءها الشرقي تتكون من القبائل الكردية والكرد المتحضرين في المدينة، وجزءها الغربي والجنوبي من العشائر العربية، لكن المدينة بها عرب بس أحياء قليلة، وبها تركمان وبها أكراد أحياء قليلة، لكن الغالبية العوالي التركمانية. بصراحة أنا أتكلم عن 57 قبل تغيير الخريطة. أحكي لي اليوم. لا ليش أحكي لك اليوم؟ ليش أحكي لك بس اليوم؟ أجينا في زمن النظام السابق، كركوك صارت فيها أغلبية عربية واضحة، يعني كركوك ذات هوى الحاكم، ذات هوى القوي كل العراقيين. زين، واحنا عندنا وثائق تاريخيه سنه 1927 تتحدث عن كركوك قريه تركمانيه لا عربيه ولا كرديه. زين، ومع هذا فالمفروض اذا اكو استفتاء نرجع على احصاء 57، لانه احنا المعلومات اللي متوفره عندنا انه كان عند ما تصير ولاده لاي عائله كرديه في اطراف كردستان يجيبوه يولدوه في كركوك في سبيل ان يصدر بيان ولادة يزيدون أعداد الأكراد في كركوك. زين، المهم كركوك مدينة تآخي وسلام للعراقيين. هسا احنا ولد البلد ونعرف انه كركوك هي تركمانية اصلا، يعني معروفة انها تركمانية. نعم موجودين العرب، تعرف انت اطراف كركوك المدينة المركز واطراف شكل والاطراف شكل اخر، الاطراف كركوك محافظة تقصد كم يمثل اطراف محافظة التركمان عرب؟ التركمان كم يمثل يعني نسبة التركمان في المحافظة؟ نسبة يعني تقريبا نسبة التركمان تشكل بحدود 60% من سكان كركوك. ما في احصائيات يعني؟ لا ما في يعني الاحصائيات، لانه انت تفضلت دخلت عليها تغييرات ديموغرافية في زمان نظام صدام حسين سابق. أكيد يعرف أن هناك تعريب جرى لكركوك، نحن نقر بذلك، لكن هذا التعريب أزيل بشكل كامل عام 2003، تهديد، طرد، فلوس، قطع بطاقة تموينية إلى آخره، وبدأت حملة التكريد على كركوك. واضح في كل تاريخ العراق أن كركوك حقيقة أغلبية تركمانية رقم واحد، أغلبية عربية رقم اثنين، وأغلبية كردية رقم ثلاثة. فجاءوا بأكثر من 400,000 عائلة اللي تريد تجيب ودوها الكركوك، واللي ينقل من وزارة التجارة رجعوه إلى كركوك، واللي مدري وين موجود بالسليمانية وبأربيل وبدهوك جابوه إلى لكي يحدثون الأغلبية، وفعلا أحدثوها. لهذا تباطأنا في إجراء أي تعداد ما لم يزال. يعني قضية كركوك، المواطن التركماني في العراق من أكثر أو لا يقل عن المواطن العربي تعلق بمركزية الدولة، ولم نعرف في مشكلة عند الأخوة التركمان. هم يتحدثون صراحة بأن الكركوك هي مدينة عراقية ذات أصول تركمانية، هكذا يقولون. طيب، في تعريف كركوك هكذا نحن نعرف، اللي عرفناه نحن يعني أنه كركوك، حتى اللي يذهب إلى كركوك ويعود يقول هل تعلمت كلمتين ثلاثة تركمانية، هذا اللي يعرفه. أما هذا الجديد أنه كركوك مدينة تركمانية بخريطة كردستانية، هذا كلام سمعنا الآن على لما شبنا. يهمون أخوان العرب الموجودين بكركوك، احنا نشوف بشكل صريح وواضح انكم تجلبون عوائل بشكل مستمر الى كركوك لغرض زيادة نسبة الاكراد في كركوك، ثم تجرون استفتاء بعد ان تستكملوا هذه الاعداد لكي تقولوا ان كركوك كردية، ثم تضموا كركوك الى اقليم كردستان، ثم يحدث الانفصال بعد ذلك. هذا هو المخطط الواضح لكل العراقيين، اللي يريد ينفصل ينفصل من الآن، اللي يريد يبقى بالعراق العراق يضم الجميع، وكلنا للعراق، والعراق قلب واسع للجميع، للكردي وللعربي وللتركماني وللإسلامي. لنسمع ما يقوله الأستاذ عبد السلام.